تتبعات قناة أجيال المستقبل التعليمية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقدم لكم الامتحان التجريبي على صعيد المؤسسة في مادة التربية الإسلامية دورة يونيو، موجه لتلاميذ المستوى السادس ابتدائي موسم 2021-2022، يعني وفق المنهاج المنقع. نبدأ على بركة الله. بعد أداء صلاة العشاء، صلى بنا أبي صلاة التراويح، فقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وآيات بينات من سورة الملك. وبعد الانتهاء من الصلاة، قص علينا جدي قصة السيدة مريم عليها السلام وما تعرضت له من اتهام في عفتها وكرانها. وفي الأخير نبهنا إلى أهمية السحور بالنسبة للصائم اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول يتعلق بالتزكية. قرآن الكريم اكتب من بداية سورة الملك إلى قوله تعالى هل ترى من فطور. السؤال الثاني، حدد القاعدة التجويدية في قوله تعالى ما ترى من فطور، ثم اشرح ما يلي تبارك طباقا. سؤال ثلاثة، اشرح ما يلي. سؤال رقم أربعة، لما خلق الله تعالى الموت والحياة من خلال النص القرآني الذي كتبته؟ سؤال خمسة، أربط بين اسم الملك وبين وظيفته إنزال المطر. هل وظيفة الملك هي إنزال المطر، النفخ في الصور، الملك جبريل، قبض الأرواح، وإنزال الوحي؟ كم سؤال رقم ستة، كم دامت الدعوة السرية؟ كم دامت الدعوة السرية؟ سؤال سبعة، استخرج من الوضعية السابقة ما يلي: الصلاة المفروضة، ثم الصلاة المسنونة. سؤال رقم 8، حدد القيم المستخلصة من قصة مريم عليها السلام: العفة، التضامن، الكرامة، الرفق في الدعوة. إذن سنحدد ما هي القيم المستخلصة من هذه القصة. سؤال رقم 9، حدد موقفك من تصرف قوم مريم، هل هو سلبي أم إيجابي، وعلل جوابك. سؤال عشرة، أكمل الحديث النبوي الشريف في باب سنن الصيام: تسحروا فإن في السحور بركة. لاحظوا معي الأسئلة، نعيد الأسئلة، أكمل الحديث. هذا السؤال الأخير اللي هو السؤال رقم عشرة. سؤال تسعة، حدد موقفك من تصرف قوم مريم، هل هو سلبي أو إيجابي، علل جوابك. ثم السؤال ثمانية، حدد القيم المستخلصة من قصة مريم عليها السلام، هل هي العفة أم التضامن أم الكرامة أم الرفق في الدعوة. ثم السؤال سبعة، استخرج من الوضعية السابقة ما يلي: الصلاة المفروضة ثم أو الصلاة المسنونة. ثم ستة، كم دامت الدعوة السرية؟ كم دامت الدعوة السرية؟ سؤال خمسة، أربط بين اسم الملك وبين وظيفته الملك، هل هي وظيفته إنزال المطر، النفخ في الصور، الملك جبريل،
قبض الأرواح، إنزال الوحي. السؤال رقم 4، لما خلق الله تعالى الموت والحياة من خلال النص القرآني الذي كتبته؟ السؤال رقم 3، اشرح ما يلي تبارك، ما معنى تبارك وما معنى طباقا؟ السؤال 2، حدد القاعدة التجويدية في قوله تعالى ما ترى من فطور، ما ترى من فطور؟ السؤال الأول اللي هو التزكية والقرآن الكريم، أكتب من بداية سورة الملك إلى قوله تعالى هل ترى من فطور، ثم هنا لدينا الوضعية التواصلية بعد أداء صلاة العشاء. إذن الصلاة المفروضة هي صلاة العشاء، صلى بنا أبي صلاة التراويح، التراويح هي الصلاة المسنونة، فقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وآيات بينات من سورة الملك، وبعد الانتهاء من الصلاة قص علينا جدي قصة السيدة مريم عليها السلام وما تعرضت له من اتهام في عفتها وكرانها، وفي الأخير نبهنا إلى أهمية السحور بالنسبة للصائم اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لاحظوا معي الأسئلة، إذن هذا هو نموذج الامتحان في مادة التربية الإسلامية، لاحظوا. إذن هنا القاعدة التجويدية في قوله تعالى ما ترى من فطور، ثم الشرح تبارك طباقا. السؤال 4، لما خلق الله الحياة والموت من خلال النص القرآني الذي كتبته؟ 5، هنا أصل بخط بين اسم الملك ووظيفته، ثم كم دامت الدعوة السرية، ثم استخرج من الوضعية السابقة ما يلي الصلاة المفروضة والمسنونة، حدد القيام المستخلصة من قصة مريم عليه السلام، هل هي العفة، التضامن، الكرامة، الرفق في الدعوة؟ إذن هي العفة. ثم 9، حدد موقفك من تصرف قوم مريم، هل هو سلبي أم إيجابي؟ إذن هو سلبي. أكمل الحديث النبوي الشريف في باب سنن الصيام، تسحروا فإن في السحور بركة. إذن كنتمنى أنكم تكونوا استفدتم معي، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.